الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا سي خالد كرونة، شنو الأحوال؟ أهلا وسهلا، إن شاء الله يوم جميل مع السيدات والسادة المستمعين على موجتنا. ويكاند كان فيه برشا أخبار، برشا مستجدات، كل لحظة نبدلوا. شنو التصريحات اللي تكون محل تعليق هذا اليوم؟ ما ثم الشك ولا ثم أحداث كبيرة وقعت، التحوير الوزاري، ثم ربما الحدث الأكبر في المنطقة هو ما جرى في بين لبنان وبين الكيان الصهيوني. نعم. وأسال حبرا كثيرا وما زال سيسيل. على أي حال سنحاول أن نقرأ بعض ما يمكن أن يقرأ في المشهد. نمشي مباشرة لجولة التصريحات. المشهد الآن، جولة في التصريحات. السيد خالد السهيلي وزير الدفاع الوطني: أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس، لأطلع على خير وجه بمسؤولياته رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام الدستور البلادي وقوانينه. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وتونس أمانة بين أيدينا جميعا. السيد محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس وأطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينه. الدكتور مصطفى الفرجاني وزير الصحة: أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. إن شاء الله يبارك السيد الوزير وأنت جدير بهذه المسؤولية الكبيرة لإعادة بناء القطاع العمومي للصحة. السيد عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية: أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس لأطلع على خير وجه بمسؤوليتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. القسم وما أدرك ما القسم. البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد أشرف على أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد. خليني أنصحح معلومة، أنا قلت 20 حقيبة وزارية، 19 حقيبة وزارية وثلاثة كتاب دولة واللي حافظوا على حقائبهم، خمسة وزارات: المالية، الداخلية، العدل، الصناعة والتجهيز. سي خالد كرونة، نبدأ من القسم وهذه المسؤولية والالتزام بالعمل في كنف الوطنية وغيرها من المبادئ اللي يقسم عليها يعني الناس المسؤولين في الحكومات في كل مرة وفي كل مرحلة. هو إذا كان مش نعلقه على نص القسم، في الحقيقة يعني هذا يعني أمر معروف في تاريخ الدولة التونسية وفي تاريخ الدول، وما نعم. هوش بدعة تونسية، وفي كل مرة دائما في نص الدستور تضبط يعني المفردات، العبارة بالذات التي نعم. ينبغي أن يتلوها من كلف بمسؤولية، وليكون القسم متناسبا مع ما ورد في الدستور. وهذا الذي شهده التونسيون وليست لأول مرة، في كلما عين وزير يعني نفس القسم، وفي نفس ما تغير بالنسبة للتونسيين أنه في لحظة زمنية سابقة كان الوزراء يعرضون على البرلمان للموافقة. الآن نحن في يعني دستور جديد ودستور رئاسي، والوزراء يعينهم رئيس الجمهورية، وإجراء العرض أمام البرلمان للتزكية من عدمها غير وارد في الدستور الجديد. هذا بالنسبة للقسم يعني. نعم، بالنسبة للقائمة للأسماء لتوقيت التحوير للتحوير الوزاري، شنو قراءتك؟ الأمر يحتاج هنا إلى كثير من الأنات، لأنه نعم. أولاً باش ما الناس لم يكن يعني ليس حدثاً غريباً، الناس كل المتابعين كانوا يعرفوا اللي ثم المرجل كان يغلي وكان ينبغي أن يحصل التحوير، لكن حدود التحوير، عدد الوزراء اللي باش يتبدلوا ما كانش هذا أمر معلوم. كلمة الرئيس ربما أمام الذين عينوا وأدوا القسم هي الكلمة التي
يمكن أن نعتمدها لنفهم يعني بعض الأبعاد. نعم. لنفهم بعض الأبعاد وفق قراءتين حتى نكون منصفين في المشهد. دائما هناك في الحقيقة مشهدان، مشهد نعم. الموالي ومشهد المعارض، لأنه يمكن أن نلخص كلمة الرئيس كلها في بيت الشعر الذي استقدمه من ديوان بشار بن برد. نعم. لو نار نفخت فيها لضاءت ولكن أنت تنفخ في الرمادي. هذه الصورة تذكرني بقوله هو نفسه في مداخلة سابقة أنه يشعر بالغربة. نعم. يعني حكاية أنه ينفخ في الرماد، هناك عندما نفكك يعني ما ورد في كلام رئيس الجمهورية أن الأزمات في أغلبها كانت مفتعلة، هكذا يقول، في أغلبها يقول هي أزمات مفتعلة. نعم. أن التحوير هو كان عبارة عن إعلان أن الصبر قد عيل، صبر رئيس الجمهورية قد عيل على هؤلاء، وأن هناك صراعا لم يعد ينكره وأعلنه من كرتاج ضد من أولئك الذين يسميهم جهات تريد العودة إلى الوراء. في مستوى التعليق ينبغي أن نفكر قليلا بهذا الشعار الذي يتكرر دائما لا رجوع للوراء. في الحقيقة لا أحد يستطيع أن يرجع للوراء، التاريخ كله لا يرجع للوراء. يعني الشعار الآن أفرغ من محتواه عندما نفكر فيه بصفة جدية. هناك أيضا في كلمة الرئيس تثمين لبعض النجاحات، وذكر على سبيل المثال مدخرات العملة في البنك المركزي. يعني عندما نضع التحوير الآن في سياقه هناك قراءتان، هذا خطاب الرئيس وقراءة الموالين الذين يكررون ما قال الرئيس. نعم. يعني باختصار شديد نحن في معركة تحرر وطني كما يسميها رئيس الجمهورية، المفروض أن يقع تطهير للبلاد، أن يقع يعني استكمال لمقاومة الفساد، ونحن نحتاج إلى مسؤولين يضربون بيد من حديد ويكونون أجنادا بالليل وبالنهار لتحقيق هذا معركة، لتحقيق النجاح في معركة التحرر الوطني. نعم. قراءة المعارضين هي قراءة مختلفة، هم يرون أن توقيت التحوير أسابيع قليلة، وهذا هو بالمناسبة حاول الرئيس الرد على هذا ضمنيا في كلمته، هو نوع من محاولة يعني القفز من مركب غارق، والقول أن المسؤولين السابقين في أغلبهم، لأنه احتفظ بخمسة وزراء، أن المسؤولين في أغلبهم لم يرقوا إلى مستوى المسؤولية المناطة بعهدتهم. وأنتم رأيتم ليلة البارحة بالمناسبة، وهذا ينبغي التنويه إليه، يعني ردود فعل الناس حتى على الفضاءات الاجتماعية. نعم. على الوزيرة التي لم تستكمل خمسة أشهر في موقعها. نعم. وفي الحقيقة ينبغي أن ننبه، لأنه ينبغي أن نربأ بأنفسنا عن بعض مستويات. نعم. السحل وخطابات الكراهية أيضا. السحل الإلكتروني. نعم. هذا لا ينفع، بل بالعكس ينبغي أن نسأل المسؤول كي عن الظروف التي تم تعيين فيها زيد أو عمر. نعم. وإذا كان زيد أو عمر لا يصلح لهذه المهمة فكان حاريا منذ البداية ألا يكون في ذلك الموقع. على أي حال. نعم. مسألة التحوير هي مسألة مازال ستخضع لتفاعلات، ولكن في رأي المعارضين هي مجرد خطوة استباقية، وهذه حكومة ما بعد الانتخابات. نعم. في رأيهم. نعم. احنا اطلعنا على السير الذاتية، تلقوها موجودة على صفحة الإذاعة الوطنية راديو ناسيونال على الفيسبوك، السير الذاتية متاع أعضاء الحكومة الجدد. سهيب، هل هذه القائمة هي تخلي عن شخصيات السياسية في الحكومة والاتجاه أكثر نحو المختصين أو التكنوقراط؟ هو ليه اللي خليني نعقب يعني على الكلام، احنا نحكيه في المشهد الآن يعني. نعم. والتحوير هو صورة من المشهد، من المشهد السياسي العام. خلينا يعني نقرأه على الأقل في الناحية الزمنية للتحوير، نقرأه أيضا أنه البعد الشكلي والبعد المضموني للتحوير من ناحية يعني الأفراد ومن ناحية البرنامج الذي سيشتغل عليه الحكومة هذه اللي تم تعيينها مؤخرا. وأيضا نشوفه حتى في نوعا ما قراءة أولية حتى في خطاب رئيس الجمهورية أمام الوزراء الجدد اللي تم تعيينهم. يعني أنا باش نتكلم في إطار التحوير الوزاري عام من ناحية المبدأ، أنه راهو هو آلية معتمدة في كل الحكومات وفي كل الوزارات وفي كل أي نظام يعني وجدات، يقع يعني التحوير الوزاري، يقع يعني سد الشغورات الوزارية، وهذا ما هوش أمر غريب إنما هو أمر معتاد. والهدف منه وإلا لماذا جاء هذا التحوير قبل ما نحكيه على الهدف، يعني بطبيعته هو جاء في اعتقادي لعدم يعني وجود تناغم بين أعضاء الحكومة، وعبر عليه حتى رئيس الجمهورية مؤخرا. أيضا هناك عطل في التسيير، فما عجز بعض الوزراء يعني على تسيير وزاراتهم، فما تقصير في التعاطي في المسائل الحارقة والمسائل اللي ممكن أنه الوزراء اليوم يعني يأخذوا على عاتقهم المسؤولية وأنهم يبادروا في حلحلة بعض هذه المسائل. أيضا ممكن أنه تكون حتى فما جملة من اقترافات الخاطئة وإلا حتى لتوصل لدرجة الجرم الذي لا يمكن أنه نتساهلوا فيه وإلا إلى غير ذلك، وما نجموش لنبرروه ولا نجموا نتجاوزوه. أيضا
إذن أعتقد أنه الهدف الأساسي من هذا التحوير هو ضخ دماء جديدة للعمل من أجل التناسق والانسجام وخلق يعني لحمة جديدة بين الوزراء اللي كانت غايبة منذ حكومات 25 جويلية 2021 إلى الآن. أيضا أعتقد أنه حتى التوجه اليوم لتحوير وزاري كان نوعا ما مبتورا من شيء وهو ينص عليه الدستور 25 جويلية في الفصل عدد 100 اللي هو اللي ينص على أنه وجب على رئيس الجمهورية أن يعرض برنامجه. وإحنا قلناه ونعود ونكرره هذا أنه راه يبد على رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه يعرض برنامجه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على البرلمان من أجل أن ينال الثقة وأن ينال المصادقة، ثم يعني بقية أعضاء الوظيفة التنفيذية تشتغل وفق هذا التصور وفق هذا الرؤية وفق هذا البناء الاستراتيجي لرئيس الجمهورية الذي يجب أن يخلق تناغم وأن يخلق يعني عمل داخل الوظيفة التنفيذية. أيضا يعني حتى من ناحية الزمنية أنا أعتقد أن هذا قد جاء متأخرا نوعا ما، لأنه حكومة تكون تقنية وحكومة تمس بالأساس المشاكل اللي قامت عليها لحظة 25 جويلية اللي هي يعني اجتماعية واقتصادية بالأساس، يعني نورمالمون أنه كانت على الأقل تكون منذ لحظة 25 جويلية. الحكومات السابقة كانت خالية من الوزراء التقنيين، بطبيعة الحال كانت موجودة فيها كانت موجود فيها وزراء تقنيين، كانت موجود فيها يعني وزراء أرادوا أنهم يشتغلوا كما حكي يعني حتى رئيس الجمهورية اشتغلوا فرادة ولم يشتغلوا يعني بوفق منطقة الدولة، يعني فما اجتهادات لكن للأسف كانت اجتهادات ممكن أنها تكون خاطئة، ممكن أنها تكون لسوء نية إلى غير ذلك. احنا ما ندخلوش في النوايا وما ندخلوش في التعبيرات هذه، احنا نحكموا على الأداء. شنو الانتظارات من التشكيلة هذه الجديدة كما تقراها؟ وأيضا نحب في تعليق على الخمسة وزراء اللي حافظوا على حقائبهم، شو معناها؟ بالطبيعة ليلى يعني اليوم كيف نشوفوا التحوير هذا بصفة عامة نشوفوا أنه كما كنت تحكي لك هو جاء متأخر رغم تبريرات رئيس الجمهورية أنه راه الدولة كيان مستمر ولا يتأثر لا بالظرف الانتخابي ولا يتأثر يعني بالمسار العام للدولة، خاصة أنه إحكى على أنه النجم نعملوا يعني حتى انتخابات في قبل يعني غلق الصناديق الاختراع إلى غير ذلك. خليني في التحوير نحب قراءة في القائمة اللي أنت قلت فيها للتقنيين وقراءة في الخمس أسماء اللي حافظت على الحقائب متاحة. هذا يعني نجاح ملفات المالية والداخلية والعدل والصناعة والتجهيز، كيفاش تقرأ؟ بالطبيعة يعني يبقى التقييم في نهاية المطاف لرئيس الجمهورية اللي هو عين ورئيس الجمهورية اللي هو نحى، لأنه المسؤولية تحملها رئيس الجمهورية اليوم. لأنه أنا نعتقد أنه التوجه هذا اللي تمشى فيه رئيس الجمهورية في أنه يحافظ على بعض الوزراء يعني في إطار تقييمه العام أنهم قد نجحوا في تسيير وزاراتهم وإلا في إدارة ملفاتهم إلى غير ذلك، يعني وقد حققوا نوعا ما في اعتقاده أنهم حققوا يعني تقدم وحققوا نجاح إلى غير ذلك. فاليوم احنا سمعنا حتى باش نختصر لك يعني سمعنا رئيس الجمهورية يتكلم وكان وفيا لعادته أن الحكومة يجب أن تكون حكومة حرب، يجب أن تكون حكومة حرب تحرير وطني، يجب أن تكون يعني في مستوى مسؤوليات وتطلعات الشعب التونسي من لحظة 25 جويلية. أيضا لابد أنه رينا احنا نعمل في قراءة في التحوير. خليني نعطي الكلمة لسي خالد بعجالة لأنه مش نمشي للتصريح الموالي. سي خالد أنا حاب نسأل نفسي هل نحن بحاجة فعلا إلى حكومة تقنية؟ لأنه أغلبية الأسماء كي تشوف اللي تعين وزير الخارجية هو ابن الخارجية، يعني هذا ينطبق تقريبا على أغلب يعني كأن هناك إيحاء بأننا جئنا بكفاءات من هذه من الوزارات نفسها لتشرف عليها. السؤال وقت اللي بلاد فيها أزمة وما عاد حتى واحد ينجم يغمض عينيه ويقول ما ثماش أزمة سياسية في البلاد وفما أزمة اقتصادية، هل أنه التقنيين ينجم يحلوا الأزمة هذه؟ في أي بلد في العالم التقنيين ما ينجمش يحلوا المشكلة؟ في العالم الكل التقنيين يحلوا المشاكل بعد ما السياسي يرسم الأفاق الجديدة. اليوم المشكل ما هوش شكون ينفذ السياسات، المشكل هو وضع السياسات، لأن هذه السياسات هلامية الآن لا توجد. هذا على الأقل ماذا بينا أنا يعني أعاضد ما قال صهيب منذ حين، وريوني شنو تحبوا تعملوا من بعد جيب زيد ولا عمر ينفذ قضية يعني ثانوية نسبيا. هذه قضية أسماء. القضية الأساسية إلى أين نذهب؟ هذه مش واضح. قبل الأسماء باش نهزكم لتصريح ثاني للنائب حسن الجربوعي، التصريح هذايا قدموا لإذاعة صفاقس.
وكان من أجدر السياسات الدولة تتبنى على هذا المعطى اللي احنا دولة ما عندناش برشا ماء، لكن على أرض الواقع عكس ما هو موجود. الماء الأمطار في آخر فترة شفنا نابل صار فيها، شفنا الجنوب صار فيها، شفنا في صفاقس هناك تصب تلقى أودية مأمون ماشي الله أعلم في البحر. احنا في تونس مازلنا نتعاملوا مع الماء اللي كونه في الصيف جاتنا الظاهرة المائية، أوكي قص الماء حتى المواطن. وقتاش المواطن يعرف قيمة الماء؟ وقت اللي قص. أنا كنشوف آخر اجتماع صار في رئاسة الحكومة بتاريخ 9 أوت 2024، آخر نقطة فيه إعداد تصور لمراجعة المنوال الفلاحي للمواءمة مع التغيرات المناخية ومخاطر ندرة المياه. يا أخي من 95 فقنا كان في 2024 اللي عندنا ندرة مياه. رأي سياسات، رأي المشكلة وين؟ احنا كأعضاء مجلس نواب طلبنا جلسة مع وزارة الفلاحة وتمت هذه في يوم دراسي برلماني. أنا كعضو لجنة الفلاحة كنت نستنى في سياسة واستراتيجية متاع الدولة. تلقينا اللي كونا في مجلس النواب كأنك طلبات متاع بلدي بالليل ما والمقصوص. أنت ونحلوا المشكلة هذه، عندكم جمعية مائية في بوجربة وما تمشيش في هذا بتون نشوفوا كيفاش. معناتها سياسة الدولة تتعامل مع مشكلة الماء شعبها مكسرة. عضو مجلس النواب نائب في لجنة الفلاحة أيضا حسن الجربوعي، سي خالد حكى على ضرورة الاتجاه لحلول دائمة للحفاظ على الماء رغم التغيرات المناخية، وحكى على مراجعة السياسات الزراعية وغيرها من الاستراتيجيات الطويلة المدى في قطاع الماء. والله هذا كلام باهي، خاطر هو السيد النائب في الجملة الكلام اللي قاله قال الله أعلم به الماء وين يمشي. الخبراء يعرفوا وين قاعد يمشي. نعم. والخبراء عملوا دراسات كثيرة. وهنا حكاية استغلال وتثمين وتثمير الثروة الوطنية واعتبار الماء ثروة وطنية، وقت اللي يتحدث فيها الخبير يتحدث فيها بنظرة استشرافية، بنظرة استراتيجية، يتحدث فيها عندها علاقة بمعطيات أخرى وعندها علاقة بسياسات أخرى بما فيها وبالأساس مدام هو ذكر الفلاحة السياسات الزراعية. يا أخي احنا قدرنا أن نقعد نوسع في المناطق السقوية باش نزيد نزرع الفراولة؟ هاي الأسئلة لازم تطرح اللي هو يستهلك الماء. هل احنا قدرنا أن نزيد نوسع في مناطق جديدة غير الوطن القبلي باش نزرعوا القوارص ونبيعوها من بعد؟ حبة البرتقال الواحدة تتكلف علينا ما بين قارورة وقارورتين ماء، يعني تستهلك 3 ماء حبة البرتقال الواحدة. زعما احنا كي نبيعوها بأي ثمن في السوق العالمية من بعد يسمى ثمن مجزي، يعني احنا نبيعوا في الحقيقة في أثمن ما عندنا بأرخص ما يمكن أن نبيعوه. يعني الحكاية مش مربوطة فقط بأمور تقنية نتاع تحسين يعني الكوندويت نتاع الماء وشوية ترشيد استهلاك، هذا كله مفيد وجيد، لكن الأهم هو أنه، وهذا كلام الخبراء وإن شاء الله تواتي في, في, في المشهد ولا في الإذاعة الوطنية، يتعمل مرة ديباء حقيقي مع خبراء، عندنا خبراء محترمين وعندهم تصورات جدية للإجابة عن سؤال ماذا نفعل غدا بالنسبة لمسألة المياه ورأي الحلول ممكنة وندرة الأمطار. هذه حكاية وندرة التساقطات، هذه حكاية ماهيش جديدة في تونس، ولكن نجم نتصرف معها وقت اللي احنا نعملوا سياسات سليمه، مش وقت اللي نعملوا سياسات نتاع حل المشكله اليوم كما كان يحكي السيد النايف. ثم الحي الفلاني ولا المدينه الفلانيه فيها مشكله توزيع الماء، تقوم الدوله الكل والمسؤول نكلموه في الليل وويحه هو اذا كان نائما في ذلك الوقت، ونقولوا له كيفاش ما ثمش ماء. مش هذا الموضوع، مش هيك تتحل المشاكل. هذا هو لابد من الاستماع للخبراء هكا يقول سي خالد كرونا، وين نحب نوه في الاذاعه الوطنيه من سنوات الحقيقه نسمعوا فيها روضه قفراج، حسين الرحيلي، زهير القاوي وغيرهم قاعدين يقولوا ويقدموا في حلول، باقي لازم يتم الاستماع عندهم ليهم عند الناس اللي يجب تحول استراتيجية في البلاد، استراتيجية وطنية. نعم سهيب في نفس النقطة موضوع المياه. هو شوف ليليا، يعني أنا باش نركز على كلمة قالها سيد النائب اللي هو يحكي معاهم سنة 95 والتصنيفات اللي توجدت لتونس إلى غير ذلك، وإحنا كنا تطرقنا لها يعني حتى في الإذاعة الوطنية، لأنه من عام 95 تونس تم تصنيفها ضمن الدول اللي دخلت مرحلة الضغط المائي. اليوم بعد 20 سنة في سنة 2020 تونس تحولت إلى بلدان الإجهاد المائي، يعني وفي خضم هذايا كله تونس لم تأخذ ولا استراتيجية حفاظ على الماء، ما خذتش استراتيجية ترشيد المياه، ما خذتش استراتيجية يعني أنه تتوجه لفلاحة جديدة أو لسياسات فلاحية جديدة تراعي فيها يعني السياسات المائية من جهة، وتراعي فيها أيضا حتى أنه تكون بديت إلى حد مالي، أنه صار عم ناول توجيه الفلاحين بعدم زراعة مثلا الدلاع ولا البطيخ ولا الطماطم في مناطق معينة، ولكن بديت بشكل تدريجي. بالطبيعة أنا نحكي لك على فترة تراكمية ليليا، يعني من عام 95 حتى لليوم، يعني شنية كان التصور الاستراتيجي المائي للدولة التونسية؟
التونسية. أنا أشوف أنه ما فماش تصور استراتيجي، لأنه اليوم كما كان يحكي سي خالد الأساس هو الاستماع، والاستماع الجيد مع التركيز التام للخبراء اللي نوهوا بأنه راهو تونس اليوم باش تدخل في مرحلة الإجهاد المائي. رانا اليوم وهذا الدين باش أنه ما فماش ماء. نشوفه في الدول الأخرى، ليليا تعمل في عمليات الاستمطار، تعمل في عمليات يعني الفرقعة في السماء من أجل أنه تكون هنالك عملية استمطار وإلا جلب المياه إلى غير ذلك. أنا نعتقد أنه اليوم على الدولة التونسية أنها ترشد الماء، تعمل عملية ترشيد للماء من جهة، أيضا أنه حتى في سياساتها ما نذكروش فقط الفلاحية وإنما حتى ليليا راهو في تشوفوا الصناعية إلى السياحية إلى غير ذلك. وحاجة أخرى ليليا راهي زادة ريزامبورتونت، ما تختلفش ياسر على المسائل هذه. امشي شوف أنت وقت مثلا يتكسر الحلقوم يعني في الكياس، شوف الماء كيفاش يبقى موجود. تكلم الصناد ما تجيكش، تكلم اللي يخدموا في الترافو ما يجوكش، يقول لك لا اليوم سبت واحد ما نخدموش، وتبقى نسب من المياه يعني كميات رهيبه وجباره تبقى تمشي في الكياس هكاك في في الطريق العام. نحتاج زاد وعي المواطن، وعي المواطن يجب انه يكون مقترن بوعي الدوله زاد. راه وعي المواطن ينجم انا كمواطن هزيت تليفون كلمت الصناد وكلمت الناس في ترافو يجيو يا عباد الله راهو فما برشا على مستوى اعماله استعماله الشخصي وتعامله مع المياه. احنا ديما نتعامله على اساس عندنا وفره من المياه. هذاك الاشكال، هذاك الاشكال برمش نشوف زاد في اللافاج وقت اللي تمشي باش تعمل كهرباء باش تمشي تغسل الكهرباء الى غير ذلك. شوف يعني الاستعمال المكثف للمياه نورمالمون في دول اخرى ترسم استراتيجيه مائيه معينه، راهي فما برشا اشياء على الاقل تفرض عليها رقابه. مدام مع العلم ما زلناش ناثموا ياسر المواطن، راهو النسب شوفي ثمني هنا نرجعوا للخبراء. سامحني على المقاطعه صاحب، يعني نسبه استهلاك الماء بالنسبه للفرد هي اقل يعني في الحقيقه نحن شعب ليس بصدد تبديد الماء بقطع نظر على كونه ثم المنزلي بقطع نظر على كونه ثم شويه معناها ما يمكن ترشيده. نعم، سلوك المواطن التونسي بسلوك دول اخرى عندنا النوع هذاك نتاع التعامل كانه احنا ديما عندنا وفره من الماء. مهم انه العقليه هذه ايضا تتغير. لا العقليه هذه معناها ماني ضد انها تتغير، وان نعلم اولادنا الترشيد. نعم، والترشيد في كل شيء في كل ثرواتنا مش كان في الماء فقط. لكن ما لازمناش نخليه الشجره تحجب الغابه. ماهوش هذا هو المشكل الاساسي. المشكل الاساسي اللي انت كدولة يلزمك تتصرف مع الامكانيات اللي اعطتها لك الطبيعة وتعرف كيفاش تثمنها وتثمرها، وهذا يقول الخبراء اللي هو ممكن. هاو المشكل من يجي وقت اللي هو صار احنا بالامكان باش نكونوا بالقداء، وما نكونوش بالقداء وقتها نقول له مشكل. شوف عماد المهندسين مؤخرا يعني البيان اللي هبطته والدعوات اللي تحكي فيها على وجوب يعني انه استغلال الطبقه المائيه اللي موجوده في تونس. وراه زاد سي خالد شوف السدود اللي ما جهروهاش. عندنا عامل اخر هو عامل التبخر، شنو عملنا فيه؟ التبخر في مقابل ذلك يعني ما فماش مطر. راهو على فكره سي خالد باش نعطيك رقم فقط على الاستهلاك الفردي للمواطن التونسي، راهو لا يتعدى سنويا 500 متر مكعب. هذا اخر يعني حسب الاحصائيات الدوليه. احنا تحت المعدل العالمي في 350، في نفس الوقت الاستهلاك المنزلي اعتقد لا يتجاوز 13% من استهلاك المياه، ولكن يبقى استهلاك نحكيه على منظومه ترشيد، نحكيه على كل المتداخلين مواطنين مؤسسات سياحيه مؤسسات صناعيه، نحكيه على السياسه المائيه الزراعي السياسه واستراتيجيه مائيه كامله. باش نسكم للجنوب في اخر تصريح في التصريحات اللي تهم بلادنا يتعلق بوضعيه معبر راس جديد. هو ماهوش تصريح، هو مراسله لمراسل اذاعه تطاوين محمد نبهان من بنقردين. هذا شنو قال على وضعيه المعبر؟ تعطلت حركه العبور منذ الليله البارحه بين الجانبين التونسي والليبي على مستوى المعبر الحدودي براس جديد. الامر يتعلق بغلق طريق المؤديه الى المعبر الحدودي براس جديد على مستوى منطقه بوكماش، طريقه سياحيه اغلقت من طرف بعض الاهالي من منطقه زواره تحديدا. اعاده فتح المعبر الحدودي براس جديد كان على اساس اتفاق مبدئي ليبي بين اهالي منطقه زواره والجانب الحكومي على وأن فتح المعبر سيكون تجاريا وليس سياحيا، ولكن هذا الأمر لم يتم احترامه وبالتالي عم الافتياء. وهو نفس الطلب والرغبة من الجانب من المواطنين التونسيين إعادة فتحه على أساس التجارة البينية بين البلدين خاصة صغار التجار تعطل نشاطهم منذ فترة. في الندوة الصحفية التي عقدها وزيرا داخلية البلدين تم الاتفاق على أن يفتح في بداية الأمر سياحيا، ثم بعد فترة وجيزة لا تتجاوز نصف شهر يعني 15 يوم يقع فتح على المستوى التجاري، ولكن هذا الأمر لم يتم، لذلك اغتاظ أبناء منطقة زوارة تحديدا.
معبر راس جدير اليوم نهار الثالث، حركة العبور متعطلة. من الجانب الليبي سهيب، احنا اللي يهمنا في التعليق في هذا هو تضرر الحركة التجارية البينية بين تونس وليبيا، وحتى حركة العبور كل مرة بسبب عدم الاستقرار الأمني في الدولة الشقيقة. بطبيعة الحال أنت تكلمت على عدم الاستقرار في ليبيا والعدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، هذا كله بطبيعة الحال باش يكون يأثر على الدولة التونسية، لأنه احنا في علاقة عضوية وفي علاقة تداخل بيننا وبينهم على مستوى السياسي والأمني والاقتصادي. لأنه زاد راهو ليليا، إذا كان باش نحكيه على المعبر راهو بالضرورة باش نحكيه على الظروف الأمنية واللوجستية اللي تكون موجودة غادي. احنا رينا مؤخرا يعني حتى أنه وقع الصراع السياسي أثر على ما هو أمني في ليبيا، اللي هو يعني سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، والصراع اللي توجد أيضا بين الحكومة وبين حكومة بين برلمان طبرق، وهذا في حد ذاته يعني كان صراع سياسي للأسف يعني لا دخل الليبيين فيه، وإنما هو كان يعني صراع للقوى الخارجية اللي موجودة في ليبيا واللي تحب تعمل ديماركاسيون بوليتيك وإلا تعمل تموقع اقتصادي في ليبيا، فكان المتضرر الأساسي هو المواطن الليبي. فهذا انعكس على شكون اللي انعكس علينا احنا كتوانسة، لأنه اليوم عندنا تجارة بين ذاتية أو بينية بيننا وبين الأشقاء في ليبيا رأسا، لأن وقت نتكلم مثلا على التجارة نحكيه على السلع، نحكيه على أنه فما ناس تدخل التاجر في ليبيا، فما رجال أعمال منتصبين في ليبيا، وفما رجال أعمال ليبيين منتصبين في تونس، وفما التجارة التحويلية بيننا وبين ليبيا أيضا، يعني حتى على مستوى العملة الموجودة بيننا وبين ليبيا، يعني فما برشا أشياء متداخلة بيننا وبين القطر الليبي الشقيق. بالتالي يعني التأثيرات السياسية وإلا الصراعات السياسية أثرت بالضرورة على ما هو أمني، وما هو أمني يعني أثر على غلق معبر راس جدير، اللي معبر راس جدير يعني نعتقد أنه هو بوابة لا تختلف على البوابة مع الجزائر من ناحية التبادل الاقتصادي إلى غير ذلك. احنا رينا مؤخرا ليليا يعني كانت تتذكر في شهر مي تم إقامة القمة الثلاثية بين تونس والجزائر وليبيا، من ضمن المخرجات نتاع الجلسة هذه هو يعني أنه تكون هنالك يعني بالأساس فما منطق الموقف الأمني أو الحفاظ على الأمن القومي الثلاثي المشترك بين تونس وليبيا والجزائر. فأنا نعتقد أنه اليوم التنسيق الأمني بين تونس وبين ليبيا وبين الجزائر أصبح ضرورة، خاصة يعني أنه أمام الفقدان للأمن بصفة عامة، فقدان الاستقرار الأمني من أجل دعم الحركة التجارية والتي يمر بالضرورة بالوضع الأمني والسياسي. احنا نصف نهار ونص باش يكون ضيفنا في المشهد هو المدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سي الأزهر بن نور، باش يحكي لنا عن التجارة البينية بين تونس وليبيا، وتحديدا على مشروع المعبر القاري اللي باش يربط تونس بليبيا بستة دول إفريقية لأهداف تجارية. في نفس النقطة سي خالد كرونة، الوضع التجاري التبادلات بين تونس وليبيا وتأثرها بفتح وغلق المعبر المتكرر. شوف يعني باش ما ناخذوش المسألة من زاوية ونتجاهلوا حقيقة الأمر، حقيقة الأمر ينجم يكون السياسي الليبي كما السياسي التونسي واعي، نقول السياسي الليبي يعني بقطع نظر عن الاسم، واعي بأنه ثم حد أدنى يلزم من التعامل، خاصة أن تونس في تاريخ علاقتها بليبيا ما كانش ثم ما يبرر أي يعني تدافع ولا أي يعني توتر ما بين القطرين، وأن العلاقات أصلا الشعبية والاجتماعية وعلاقات المصاهرة يعني علاقات راسخة بين معناها على جهتي الحدود التونسية الليبية. نعم. حطوا هذه على جنب، الحكاية مربوطة بالأساس بالوضع في ليبيا اللي يلزم الناس عندنا، يعني أنا آسف أما ما عنديش تفاؤل كبير متعها وبش نعمله وبش نعمله. نعم. لا مازال صعيب شوية بش نعمله، صعب شوية باش نعملوه لأسباب، معناها هذا مؤسف باش نقولوه، ولكن الأسباب خارج على نطاقنا احنا وخارج حتى على نطاق الليبيين. لأنه مثلا كي نسمعوا اللي محافظ البنك المركزي الليبي عنده نهارين يقال انه جاء لتونس، ويقال في بلاغات رسمية انه 3 أو 4 موظفين كبار في البنك المركزي الليبي تم اختطافهم ليلة امس، وقت اللي تمت اقالته، فما صراع سياسي حول المنصب. بالطبيعة
وثم لازم نفهم الخريطة، لأنه الجبل الغربي خاضع لحكومة الحكومة الدبيبة، منطقة الشرق خاضع لنفوذ حفتر، ثم تنظيمات مسلحة هنا وهناك، ثم المجلس الرئاسي بقيادة المشري عنده نصيب من الكعكة السياسية. نسهلوا الحكاية باش الجمهور واللي يسمعوا فينا ما نوجعوا لهمش رؤوسهم. باختصار ليبيا فقط نقول لهم مجلس الرئاسي محمد منطقة المنفي. استقطاب دولي. نعم. هذا البلد الجميل، هذا البلد جارنا، هذا البلد الذي نحبه ونحب سكنته، فيه ثروات أسالت لعاب الكثيرين. اليوم ليبيا تدفع ثمن ثروتها هو التمزيق نسيجها الاجتماعي. نعم. هو تألب أو كل الذئاب التي تريد أن تنهش من لحمها، يعني الذئاب الخارج رأس جدير والتجار التوانسة بالطبيعة هم ضحايا كما الليبيين ضحايا. لأنه في نهاية الأمر العلاقة، أنا نعرف معبر رأس جدير وذهبت إلى ليبيا مرارا من هذا المعبر. نعم. وأعرف أن العلاقات بين يعني الشعب الواحد في القطرين علاقات جيدة جدا. أعرف أن الأسباب هذه ما يجري الآن سببه سياسي، وفي الغالب سببه مرتبط بالجهة الليبية، وسببه أكثر سخالد هو مرتبط بالقوى الأجنبية وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية، اللي ما تحبش أنه يكون فما اقتصاد منظم، ما تحبش أنه تكون فما يعني تبادلات تجارية منظمة تمر عبر القنوات الرسمية للدولة سواء الدولة التونسية والدولة الليبية، فبالتالي هي التي تختلق كل هذه الأزمات اللي موجودة في ليبيا من أجل أنها تخلق يعني هذا الصراع. نعم. وبالتالي غلق المعبر وفتح باب الجماعات التي تشتغل على غير الصياغة القانونية للدولة، وإنما أيضا تشتغل حتى بمنطق الإرهاب والتهريب. واضح. من بعد شوية باش نسكم من لبنان، خلينا نعمل وقفة صغيرة مع الموسيقى ونرجع. انت تود وتخلي